لعب الكرة خطيرة وهدف ثاني. الهدف الثاني كان الكرة على اليمين الحربية داخل منطقة الجزاء. مزيان قد يكون الثاني هدف ثاني تاع ياسين الخميسي. Get up!
حتى الزويد ولكل الفرق التونسية. ثمانية عملية لصنعة خروج التوقيع، التوقيع فرصة هدف. نرجع من دفاع على مرمى الترجي، يلعب كرة عالية تعود الكرة على مرمى مناصر يتطلع اللعبة تقوم من غير داخل المنطقة عارف حقل هوني ومرمى بالكعب هذه التمريرات من نيلان. بن سليمان المرور الأول من برمضان خميسي الموني هوني مع الترجي بعد الإصابة كانت عندنا برمضان واحدة فينا في اللمسة للاعبين كما تراتشي وطاي ياسين عبد الرحمن بزير اللمسة واحدة لحبيب الهولي يرجع المنصورة مزيد يرجع